ومشاهدينا للحديث عن الموضوع معنا عبر الأقمار الصناعية من العاصمة العراقية بغداد الدكتور هشام الهاشمي خبير الجماعات المتشددة. دكتور مساء الخير، أهلا وسهلا بك معنا. في ظل هذا التراجع الكبير في أعداد المقاتلين المنضمين إلى داعش، خسرت مساحات كبيرة سواء كانت في سوريا أو في العراق، هزائم أيضا التي مني بها في سوريا والعراق، إلى أي حد أسهم كل هذا في تراجع المادي وتمويله أيضا؟ نعم، ظهر ذلك جليا في آذار 2015 حينما بدأت هذه الجماعة الإرهابية بتخفيض ما يعرف بالكفالات، ابتداء ما يسمى بالكفالات الاجتماعية أو كفالة ديوان الجند، وبالتالي انخفضت بنسب متفاوتة من $1000 إلى $400 و $3000 إلى $1000، وهكذا أصبحت هذا التنظيم لا يستطيع أن يدفع تلك الكفالات التي هي أشبه ما تكون بالرواتب أو التقاعد، وأيضا لم يدفع الكفالات الخاصة بالأرامل والأيتام التابعة لهذا التنظيم الإرهابي، فضلا عن الكفالات التي تتابع ملفات سجناء هذا التنظيم سواء كان في العراق وسوريا عن طريق تعيين محامين بوسائط غير معروفة لقوات الأمن. نعم، خسر هذا التنظيم كثيرا بخسارته العديد من مصادر زيادة نفقاته، لكن يبدو أنه أصبح لا يستطيع أن يزيد من أمواله على ما عنده، لكن بقي له الكثير من الأموال التي ادخرها في مرحلة الاستثمار. هذه الأموال التي نعتقد أن هناك استثمارات خارجية واستثمارات داخلية في مناطق الصراع، هو يستخدم أرباح تلك مردودات تلك الاستثمارات في عملياته الإرهابية مهما كانت تلك الأرباح، لكنها تبقى هي ضعيفة نسبيا في إدارة عملياته الإرهابية سواء كانت في أرض الصراع أو خارج أرض الصراع. في العراق مثلا استطاعت القوات الأمنية العراقية بالتعاون مع الخزانة الأمريكية ومحققين بريطانيين أن يستهدفوا الكثير من الأموال التي استثمرها هذا التنظيم الإرهابي داخليا في العراق، واستطاعوا إيقاف الكثير من الاستثمارات الكبيرة سواء كانت على مستوى تربية الأسماك أو الزروع أو شرائه لبعض معارض بيع السيارات، فضلا على مشاركاته في عمليات شراء مصانع أو شراء دور للمتاجرة بالعقارات، وهكذا بما هو سائغ في تلك المجتمعات سخر أناس غير مؤشر عليهم أمنيا لإدارة تلك الاستثمارات. لكن هذه الوثائق التي عثر عليها في معارك نينوى وخاصة الساحل الأيمن نفعت الكثير من الاستخبارات العراقية، واستطاعت أن ممكن أن نقول أن تقضي على معظم الاستثمارات الداخلية. ما بقي هي تلك الاستثمارات الخارجية التي يؤشر عليها ثلاثة أشياء، أن بعضها أخذه الهاربين من هذا التنظيم كسرقة أو كغل كما يسمونه، والبعض الآخر بدأ يستثمرها لكن الآن لا يتم التواصل معه لصعوبة التواصل وإعادة تلك الأرباح، والثلث الأخير هو ما زال مستمرا في تحويل تلك الأرباح إلى أرض الصراع لإدارة عمليات هذا التنظيم الإرهابي. نعم، ونحن نتحدث دكتور عن نقص تمويل مادي مالي لتنظيم إرهابي، عن أي تأثير نتحدث؟ نتحدث عن أن هذه الأموال هي لإدارة العسكر، الأمن، عمليات إرهابية، شراء أسلحة، أيضا شراء وثائق مزورة، إيجار بيوتات، أيضا متابعة الجرحى في المستشفيات، عمليات التنقل، شبكات التجنيد، بالإضافة إلى التقنيات الخاصة بالاتصالات والتقنيات الخاصة بالإعلام. كل هذه تكلف كثيرا خاصة لجماعة ممكن أن يكون هي مكشوفة في الغالب للأجهزة الأمنية والاستخباراتية الدولية. أظن هذا التنظيم إلى الآن يعتمد على التمويل الذاتي، لم يلجأ منذ نيسان 2013 إلى هذا اليوم إلى ما تعرفت الحوالات الخارجية أو منظمات خاصة تدعم هذا التنظيم الإرهابي، وسيطر على
المنطقة الشرقية السورية وهي غنية بالنفط والغاز، وأيضا سيطر على أماكن غنية بالنفط والغاز في العراق، واستطاع أن يجمع من تلك الذروة الكثير من الأموال، بالإضافة إلى الصدقات والزكوات والغنائم التي استطاع أن يتحكم في مردوداتها المالية وأدار فيها معاركه في العراق وسوريا. طيب دكتور هشام، هذا التمويل الذاتي اللي ذكرت حضرتك منذ نيسان 2013 وحتى الآن، مع انحسار مساحات التي كان يسيطر عليها سواء في العراق أو سوريا، إلى متى يمكن أن يدوم التمويل الذاتي هذا؟ حقيقة أظن لن يدوم طويلا، وهذا واضح أن كثير من مقاتليه تم تسريحهم أو تم القضاء عليه. هو كان يمتلك مثلا في المنطقة العراقية السورية 3 جيوش، هذه الثلاثة تم القضاء على غالبها، أي 36,000 عنصر يتعاطون رواتب من 400 إلى 1000 دولار. بعد هزيمته في العراق وسوريا أظن انخفض هذا العدد إلى أقل من 4,000 في كل هذه المساحة الواسعة في العراق وسوريا. بالتالي هو يبدأ بتسريح العديد من مقاتليه أو تجميدهم وتحويلهم إلى خلايا نائمة، وأيضا هو رفع يده من جميع أنواع الكفالات الصحية الاجتماعية والرواتب والتقاعد. بالتالي ما بقي له من المال سوف يناور فيه ما لم تكن هناك عمليات خاصة من المخابرات الدولية في استهداف هذا المال أو وصول تلك الأموال التي استثمرها في مناطق خارج العراق وسوريا. شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. حدثنا عبر الأقمار الصناعية من العاصمة العراقية بغداد الدكتور هشام الهاشمي، خبير الجماعات المتشددة.